بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الأعزاء، صباحكم سعيد من الجزائر العاصمة ومن بوشاوي بالذات، وكما يقول المثل العربي أو المثل الجزائري عندي الكريم تبات. اليوم نحن في بيت من بيوت أحد الرجال الأفاضل، من قدم بصفته الإنسانية قبل من قدم بصفته الأكاديمية. نحن مع ابن سيدي هجرس، ابن الجزائر العميقة، الدكتور أو البروفيسور عامر الخيلة. أهلا وسهلا بك أستاذي. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في بيتكم وبين أهلكم. عندما نتحدث عن عامر الخيلة يتراءى لنا الكثير من الصور. هو ابن الجزائر العميقة، مثقف أكاديمي، كاتب، مؤرخ، وقلما تجد هذه الصفات في كتابنا الحالية، أي أن لك صفة موسوعية حتى في كتاباتك التاريخية. لو تحدثنا عن عامر بن الخيلة بالدرجة الأولى، الميلاد، النشأة، ثم نتحدث عن جوانب أكاديمية أخرى التي حددت ربما مسلكيتك المعرفية والعلمية، والتي طبعت شخصيتك العلمية وربما قلبك الجاد في إزاء كثير من القضايا التاريخية التي عاشتها بلادنا وما زالت تعيشها. شكرا لكم على هذه الزيارة، وأهلا وسهلا بكم، وسعيد أن أكون بينكم وبين مشاهديكم ومستمعي قناتكم التي أتعرف عليها لأول مرة، ومتمني لها كل التوفيق والنجاح. أنا كما تكرمت أصيل سيدي هجرس، عاش ولاد سيدي هجرس في ولاية المسيلة التي كانت في السابق، هذا العرش كان في السابق أحد مكونات بلدية عين لحجل، واللي تنتمي أصل لغاية 1984 كانت إداريا كنا تابعين لما يسمى بالتيتري أو بايلك التيتري. بايلك التيتري، ولما تقولي بايلك التيتري ما تعيدنا بالتاريخ إلى مرحلة قديمة قدم الجزائر، ومرحلة أساسية في تاريخ الجزائر. وكوننا ننتمي لأسر ريفية، منطقة ريفية، منطقة رعوية أكثر منها زراعية، ونتيجة عدم وجود أسباب الاستقرار المعيشي في تلك المناطق، فكان من شيمة أهلنا أنهم رحالة، عرب رحالة، وهكذا بهذه العبارة يصفون أنفسهم بأنه نحن عرب، نحن العرب الرحالة. قلبي توحش عربان رحالة، روح برحالة. الله يرحمه المطرب الفرد خليفي أحمد، اللي بالمناسبة عنده وقع كبير لأغانيه في وسط الأسر نتاعنا، لدى الصغار والكبار على السواء، عند كل الريفيين بالضبط. هذا هو حالة البحث عن لقمة العيش. جعلت والدي كغيري من الرجالات الخمسينات والأربعينات نغادر المنطقة في اتجاه منطقة برج بوريريش بحثا عن الرزق في العمل اليومي، في العمل الفلاحي. كانت تسمى سانتارنو ذاك الوقت، سانتارنو. فلذلك في منطقة من المناطق تسمى حسناوة، هناك وضع الرحال، وهناك شاء القدر أن تضعني أمي ذات يوم 15 جويلية 1952 في هذا المكان. هذا لم تطل الإقامة طويل، وطبعا ككل رحالة لابد من العودة إلى نقطة الانطلاق. أكيد. فعادوا إلى سيدي هجرس، أين استقرنا إلى غاية استرجاع الجزائر استقلالها. في هذه الفترة من 52 إلى 62 كان جدي مرحوم معمر يدرس في الكتاتيب، فتحت لي فرصة أخذ نصيب من القرآن الكريم على يدي، وتتلمذت يعني تتلمذت أول تتلمذ لي في الكتاتيب أو في المدرسة القرآنية. شأن كل النخبة الجزائرية. بالضبط، هذا هو القصد. يومها أنا لم ألج مدرسة لغاية بلوغي السن المتقدم شوية. بعد استرجاعنا الاستقلال
ذكر أنه صحابة كان فيه زوجة يعني خالتي من أمي زوجة شهيد، فطلبت من أمي الالتحاق بها في مدينة الجزائر في حي يسمى حي مناخ فرنسا كليما دو فرنسا. ذكر أنه والدي الله يرحمه أخذاني عند افتتاح سنة دراسية سنة 63، عند افتتاح سنة دراسية لأنه لم نغادر سيدي أجرس 62 إلى غائب بعد استرجاع الاستغناء إلى غاية صائفة 63 وعمره 11 سنة. رافقت والدي المدرسة، مدرسة تسمى في مكان يقول لابوشري الآن لابوشري، في المدرسة كانت المديرة فرنسية ومساعدتها إحدى الجزائريات، فوالدي لا يتقن الفرنسية ولا يعرف حتى الفرنسية، فذهبنا ليسجلني، فكانت تولت الترجمة بين والدي والمديرة هذه البنت الجزائرية، قالت له إن المديرة تقول لك بأن ابنك كبير سن لا يمكن تسجيله، فرد علي بالعبارة التالية، رد علي يلا ابني خلاص ما حبوش يسجلوك ما حبوش يمركيوك روح الله يسهل يعني يلا. نزلت معه ومشيت للشارع. ذات يوم في بعد في سنة 1965 كنت مع أحد الأصدقائي الذين نلعب كرة القدم في الشوارع عاصمية فعرض علي قال لي ماذا لا نذهب نقرا وين نقرا المدرسة وداني بابا داني بابا اللي يكونوا ما قبلونيش، قال لي لا هناك مدرسة مدرسة الجيلالية. وين الجيلالية؟ قال لي قريبة منا في الحي تاع مناخ فرنسا. قلت نمشي إذا المدرسة باب مدرسة كان عمري في حدود 13 سنة. مشينا المدرسة وجدنا معلم جزائري ومدير جزائري وفي نظام، وكانت مدرسة حرة ليست مدرسة نظامية، فاستقبلوا وعرضنا عليهم إرادة دورة الطفل في التسجيل، فقال لك لازم نجيبوا 500 دولار في مقابل 500 هذه تعطى لنا مجموعة من الكتب في محفظة تتناول مقرر المدرسي الابتدائي. السؤال الذي مطرح لنا أي سنة نسجل نحن؟ أنا لم أدخل المدرسة أصلا، صديقي نفس الشيء، ولكن ميزتي أنا كان عندي أني نحفظ القرآن 15 حزبا وأعرف القراءة والكتابة، القراءة والكتابة يعني التقليدية بالنسبة لي، وكذلك فالح في الحزب في الحساب الذهني، ربما لا أعرف الحساب الذهني ولكن الحساب الذهني فالح. لماذا فالح؟ لأني لما كنت صغير كنت أتعامل بشيء من الحساب، خاصة في الفترة هذه 63-65 قضيتها في السوق يعني ما لا في السوق والجوال ما يعيش مشتري كذا حمالي لا غير ذلك من الأفعال اللي ممكن يقوم بها في سنين يومين. كان عندنا شعار تاع بورتي مادام يعني في مارشي كلوزيل، نمشي وشباب نحملوا لا نحملوا نشتريوا أقفاف ونمشيوا بها للسوق، وهناك الفرنسيات والأوروبيات والجزائريات المتمدنات اللي يأتيوا لهذا السوق، السوق الآن يسمى لدحوح، ويقضون في حاجياتهم يبتدعون حاجاتهم، فنحن نقوم بعملية نقل بهذه الحاجات للسيارة في مقابل طبعا هذا مقابل هذا مقابل شجع والدي على أن لا يخدم، وقال لي ذات يوم أنا لماذا أشتغل إذا كنت أجيب 1500 و2000 في النهار يعني و 1500 و2000 في النهار نعم عمولة عمولة بالضبط. المهم في ضليت لمدة سنوات في المدرسة، وفقني الله جات مسابقة الامتحان شهادة ابتدائية الكبار ذاك الوقت شاركت فيها وفقت الله. ثم بعد سنتين جات امتحان شهادة
آلية شاركت فيها، كنت في حالي ومن هناك انطلق، ومن هناك انطلق ودخلت التعليم بمجرد حصولي إلى شهادة الآلية. بالضبط انتميت للتعليم. وأتذكر بأني أنا أقيم في مناخ فرنسا وتم تعييني في أعالي بوزريعة. ولما ذهبت هناك وجدت المدير رجل يعني بيروقراطي بتمع الكلمة، له مسؤولية في أكاديمية الجزائر وهو مدير الابتدائي، يعني له مسؤولية في أكاديمية الجزائر. زوجتي تدير شؤون المدرسة نيابة علوم، وكان مؤسسة خاصة يعني مع العلم اللي تدعم وزارة التعليم. نعم. فظليت هناك، ومن يعني الغرائب بتاع تلك المرحلة أنا دخلت التعليم وعمري لا يتجاوز 18 سنة. بعد ممرنا لا لا أستاذ مساعد هكذا تسمى مساعد. يسند لي قسم سن السابعة. سن السابعة يومها كانت هي السنة التي يلتم فيها كل من فشل في السنة كور فانديتيد نهاية الدراسة، ولكن نهاية الدراسة السنة السابعة هي ما هي ما هو قسم أو قسمين في كل مؤسسة موجود فيه كل التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في الانتقال أو النجاح في السنة السادسة أو النجاح ده، ويتركون هناك يعني. فوجدت نفسي بين الرجال والنساء يعني ربما أكبر يعني مني في السن، لا أكبر مني في السن، هناك من هو أكبر مني في السن وقسم مختلط. ولما يكون قسم مختلط ليس بسهل. وجدت نفسي بدلا أن أكون معلما صرت أحدهم، وكنت استغليت يعني وأنا أفتح قوس استغليت ما تلقيته من رياضة في هذه السنوات السابقة في قوة البدنية وإلى حد ما قدرتي على تقديم لكمات لمن يستحق لكمات عند الضرورة. وهذا اللي حصل، أنه قهرت التلاميذ والتلميذات. تلميذة وضفت معها سلوك يعني غير مطلوب من الأستاذ، ولكن هو شتمها لأنه لما نطلب نجيب تقوم بحركاتنا رد الفعل تاعي لإجهاض كل محاولات الانتقال. أني نقوم ب علاش الوضع بما يتطلبه بما يتطلبه ذلك. والجيل طبعا غير الجيل تاعي، أما الذكور فكان الحل معهم هو الكمات. يعني من يتقدم ياخذ من الكمة لن يعود قديش سنة قعدت في التعليم ورحت لبعض؟ لا، بعدين انتقلت مباشرة لأنه لم أكتفي منذ أن دخلت التعليم الابتدائي وأنا غير راضي عن دوري يعني غير راضي عن مكانتي ولا مكان، فكنت أعمل ليل النهار للوصول بكالوريا. كان عندك طموح أخرى وعن طريق دروس بالمراسلة وليس لي لا معلم. وهذه هي العصامية، وصلت بدروس مراسلة وجمعت وحاولت كذلك أن أدرس إلى جانب العربية الفرنسية والروسية. جميل. في المركز الثقافي الروسي في خليفة بوخالفة في الجزائر. و حقيقة هي مسيرة نضالية عصامية حققت فيها كثير بمقاييس المرحلة. لا لم تكن لا نضالية ولا فيها تضحية، بل لأنه العديد من الشباب العصامي الذي تكون تكوينا علميا تكوينا ثقافيا متينا وتكوينا قائما على الجدل وقائما على الاستعداد للأخذ، هذه هي المرحلة التي تسمى بها الستينات سبعينات. ربما الملمح العام بدأت الجو العام كان مساعد، الجو العام كان مساعد لهذا. وثم لأنه كذلك تعطش المعرفة والتشجيع اللي توجده في الوسط سواء الوسط الاجتماعي اللي تنتمي ليه أو المجتمع كمجتمع لما يعرفوا الناس بأنك تسعى وأنك تدرس تجد كل الدعم والمساندة كل المساعدة. وفقت في شهادة البكالوريا والحمد لله. جاءت الجامعة وقع مسألة الاختيار. أنا بالنسبة لي طموحي في ذاك الوقت بديت بربر، فتصادف أنه جت في مجموعة من طلبة الشرق الجزائري، أقول بهذا وبكل
الشرق الجزائري قصدوا العاصمة وأرادوا التسجيل رغم أن في الإدارة في العلوم السياسية. فلما مشيت أنا بسجل في الجامعة وجدت الشباب قالوا كذا، قلت نعم، فلنتحدى بالنسبة لي من تحدى من؟ تحدى الإدارة، الإدارة التي ظلت تنظر بأن العلوم السياسية ليست علوم من اختصاص أبناء طبقة الشعبية والفلاحين والتعساء انت هذا المجتمع، وأنه ليست اللغة العربية هي اللغة التي يدرس بها العلوم السياسية. فكان تحدي مزدوج، تحدي اجتماعي ولغوي ثقافي، وهكذا كان تحدي. وتمكننا من أنا رابط في الجامعة إلى درجة أنه حل علينا شهر رمضان ونحن مرابطين في الجامعة، صمنا رمضان على أكياس من الحليب وأطراف من الخبز. قضينا مدة 12 أو 15 يوم من رمضان في الجامعة مضربين على العمل ومحاولة، وأنا للتاريخ كذلك وجدنا الكثير من التعاطف من كثير من الجامعات الجزائرية من مختلف جهات البلاد ومن مختلف جهات الاختصاص. وجدنا تعاطف وتأييد من العديد من المجاهدين الذين ظلوا على قيد الحياة في تلك الفترة. وجدنا دعما وصريحا من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني يومئذ. وجدنا بعض التفاعل كذلك من بعض التعاليات. إن معركة إثبات الهوية بالضبط بعد الاستقلال كانت أكبر وأشرس مما كانت عليه فرنسا. بالضبط، وكان في تحدي كبير. لماذا؟ لأنه التحدي موجود أن الأمة المسألة صارت جزائري جزائري، جت جز عرب. يعني تمكنت فرنسا من أنها تترك إرث معين في الصراع اللغوي، أنه جز عرب الصراع، جز عرب الصراع، صار في الجزائر يتصارعون لغويا، جزارة الصراع اللغوي في الجزائر. وكان في أشخاص يعلنون صراحة على مستوى الجامعة الجزائر وعلى مستوى الكثير من المؤسسات بأن العربية عربية لغة الحروز، عربية الحروز والتخلف، وأنه ليست صالحة لأن تكون لها لغة علم. هو معروف الخطاب هذا مستهلك، يعني صار مستهلك الآن والسب فيها. والحمد لله أثبت الجزائريون ما لم يثبته الكثير من العرب في خدمة العربية وفي في إيصالها لأعلى أعلى مراكز البحث. هذا الصراع الذي عشته في إثبات وجودك كذلك كإنسان جزائري في فضاء حر يريد أن ينعم باستقلاله، وكذلك كوجود حضاري يتوجه ولد فيك شخصية ذات ملامح معينة، هذه الملامح ربما شكلت فيه فيما بعد الإنسان الأكاديمي ربما يريد أن يوثق لحقائق. وانت ذكرتها في قضية تفكيك الواقع السياسي، تفكيك الواقع الاجتماعي للبحث عن مرتكزات أخرى، البحث عن رؤية أخرى حضارية في دفع هذا الحس الذي تتحدث عن الحس الثقافي، الحس الحضاري، لأن تكون ندا حقيقيا للمشاريع التي كانت تريد أن تزيحنا على هذا المنبع وعلى هذه الرؤية وعلى هذا الخط. المسار التعليمي والتكويني والتثقيفي كان بمثابة إثرة لخلفية اجتماعية مرجعية تاريخية ثقافية. أنا أصولي ريفي، تربيت ربما هذه القوة وهذا المرتكز اللي يخليك تعتمد على ثقافة فرنسية. الجزائر ما عاشت الاستعمار بشكلها الوحشي. لا جدي ولا جدة ولا والدي ولا والدتي ترك فيهم الاستعمار أثرا محددا، لا لغة لسانا أو سلوكا أو انتماعا أو يعني أي شيء من شأنه أن يبرر أو يكون عاملا من عوامل تكوين الشخصية في هذا الوسط، في هذا الوسط الريبي. ثاني حاجة، دور ثورة تحريرية. أنا لما ولدت 52 فتحت عيني على دماء المجاهدين. قال أدبية الثورة بدأت لا قبل هذا الصور، عن الصور التي عشتها، عن الصور التي عشتها بالضبط، قتل، وكذلك في كيفية أنه الرعب اللي تمارس على سكان القرى ليلا، ومشاهدتي كذلك لمجاهد
يجرب في مشاحنة مشاحنة مش واحد اللي يدرب وطبع في ذهن صور طبعت ذهني وأحيانا نقول الحمد لله الحمد لله أنه هذه الصور موجودة لأنه وجدت في الكثير من الجهات تاع البلاد في شرقها في غربها في شمالها في جنوبها وربما ساهمت وبلورت فكرة في أنه خلاتنا يعني نتحصن ضد الاستعمار ضد الغزو مهما كان يعني ما يعمل له ثم أنه الوعي الاجتماعي اللي بدأ يطرح بعد استرجاع الجزائر الاستقلالية والصراع الفكري والتحول الجامعة إلى منبر لكل أفكار لكل أراء والصراع هذا الصراع كان مفيد جدا لماذا؟ لأنه صراع الأفكار صراع التدافع تدافع كثير في ظل هذا بدأت تبلور شخصيتي الفكرية ومنبع الثقافي المستمد هو شخصيتي السياسية يعني شخصيتي السياسية أول حاجة صار عندي طموح سياسي لماذا؟ لأنني انتميت بعد مباشرة جي فلا شبه جبهة التحرير الوطني كمدرسة بالنسبة لي استفدت منها كثير وتحت لي فرصة كذلك أن انتمي لقسم القسمات تاع جبهة التحرير الوطني واحتك بمجاهدين كنت محظوظ جدا لماذا؟ لأنني التقيت بقيادات تاع الثورة التحريرية في صفوف لا سيما إثر استرجاع الجزائر الاستقلالية ونزولهم للحياة المدنية وإلى غير ذلك. صار عندي بمثابة يعني غريزة تاريخية وكأنها فطرية وكأنها هديف وهذا حتى في كتابك وفي عناوينك بالضبط مما جعلني بالرغم من أنه ذهبت للتخصص العلوم السياسية أول حاجة الوازع اللي موجود يعني الرغبة أنا مناضل في صفوف حزب التحرير الوطني في إسلام شبابي يعني ونشر مناضل في الكشافة الإسلامية عضو الكشافة الإسلامية عضو في شبيبة جبهة التحرير الوطني اخترت العلوم السياسية بعد ما اتيحت الفرصة وبنضال وزملائي وأصدقائي كثيرون أكيد هذه كل الإرهاصات راح تجعل منك تطلع في العلوم السياسية بادرت رحت للعلوم السياسية لما رحت للعلوم السياسية يفترض في طالب العلوم السياسية أنه يكون إنسان يسعى في كيفية تولي منصب إداري يعني إلى غير ذلك أنا وجدت العلوم السياسية حاولت نربطها بالحياة الحزبية ماذا نتلقى في الحزب ماذا ودخلنا في صراع يعني فكري وبديت هذاك داخل الحزب نعم وهذه نقطة مهمة أنت أشرت إليها اللي طلع على كتاباتك يرى أنك مفكر ومثقف وكاتب عضوي من داخل مؤسسات المجتمع بالضبط ماكش فوقي كثير من الكتاب الذين يكتبون في العلوم السياسية وحتى التاريخية دائما نجدهم أكاديميين أكثر ربما متحجرين يكتبون في إطار نظري منهجي بعيد كل بعد عن الواقع وبالتالي تجده يبحث أو تلقى متعلق بالإطار ومش متعلق بالفكرة بالضبط هذه الإشكالية أنه صرنا نتعلق بالإطار ونغض النظر عن المضمون والأفكار اللي نظمها هذا الإطار واللي يضمنها هذا الإطار هذا وهذا الإشكالية اللي كانت مطروحة ومازالت مطروحة اليوم على مستوى ليس على مستوى الجزائري فقط بل حتى على مستوى عربي وعلى مستوى إفريقي أكيد إلى غير ذلك مازال هذه مشكلة النخب مشكلة النخب هذا إشكال كان النخب منتمية إلى فضاءات أكاديمية بعيدة ودائما ما تقدرش تدخل إلى عمق المأساة ربما في فلسفة التغيير المجتمعات هذه النخب ما غيرت شيء صار عندنا لا لكن لما نجيو للحزبية والنخب بدل ما يكون عندنا ما يسمى بالانيمال بوليتيك يعني الحيوان السياسي مناضل هو مناضل مرتبط عضويا بالتنظيم إطار تحقق بواسطته الأغراض لكن ماذا تعطي لهذا التنظيم ما هو المضمون هنا يأتي التمييز بين المثقف العضوي أكيد. والمثقف العادي يعني الشكلي الذي لا فلذلك ما يحمل غير الإطار النظري والحديث عن النظريات الحديث عن النظريات وهنا التمييز ظهر في الجامعة أنا موجود في الجامعة كطالب عندي اهتمامات قليلة من الزملاء اللي موجودين يدرسوا معايا لعدم الاهتمامات هذه هو الاهتمامات الحزبية الاهتمامات بالشأن العام
والعلوم السياسية ولا يهتم بالشأن العام. لا لا، لأنك ولدت من رحم هذه الأزمات. أنا نتاج تحت نتاج برودوي ديريكت يعني. وربما حتى جبهة التحرير الوطني كمؤسسة وكحزب طلائع في ذاك الوقت كان هو الدولة. لا لا، مؤسساتها بكل كوادرها بكل قوانينها. الحزب هو أساس الحزب. الحزب هو الجزائر. مدك الكثير. الحزب هو الجزائر. الحزب في تلك المرحلة. الحزب هو الضمير الجماعي للمجتمع الجزائري. الحزب هو رافض من الروافد. لماذا؟ لأنه الحزب هذا جاء نتيجة مخاض عسير، ثم أنه كان بادر لإعلان الثورة كجبهة. نعم كجبهة لازم نتفق كجبهة، ولكن قبل ما يكون جبهة كان حزب. الام تي ال دي حركة انتصار الحرية الديمقراطية راهي حزب. لما عنت الثورة يعني باسم جبهة التحرير الوطني، هذا لا يعني أنه صفة الحزب راحت. وين كان صفة الحزب من ناحية التنظيمية؟ أنه ضرورة جبهة، ضرورة إعلان ثورة شعبية وتحقيق غاية تاع المجتمع كله، استوجبت من جبهة التحرير الوطني وجوب لأنها تكون بمثابة إطار يمثل تجمع لكل القوى الوطنية بصرف النظر عن الانتماءات الاجتماعية ولا السياسية. هذه الانتماءات السياسية والاجتماعية تكون فيما بعد إنجاز الهدف الأسمى اللي هو استرجاع الاستقلال. عندها يأتي الحديث عن كثير من جيلك وجيلي، ربما حتى بعض الأجيال اللي شاهدهم الآن كانوا يفضلون. نحن اليوم ربما في تعددية، وربما الجزائر كان فيه نقلة كبيرة، كانوا يرجعون العصر الذهبي الجزائري إلى حزب واحد. لا لا لا، والقوى السياسية والمناضل السياسي والروح الوطنية. اليوم ربما في تعددية. لا لا، لماذا؟ لأنه مرحلة الحزب الواحد هي تلك المرحلة، مرحلة بناء الدولة الوطنية. كان شعور قوي جدا من المجتمع خرج مدخن بجروع المجتمع لملم في أطرافه. كانت ذكرت حية بالضبط، لملم في أطرافه. نعيش في بيئة هذه بيئة الحزب الواحد، بيئة الاشتراكية، بيئة الخيارات الاجتماعية. الخيارات الاجتماعية التي في تلك الفترة لا يمكنك أن تتصل إليها إلا بوجود حزب واحد. تعدد إليه مثل انتصار، عندما أنا ترتمي في أحضان يعني فضاء آخر، في أحضان قوى دولية أخرى. عولة تخسر. لا، مش العولمة، العالم مقسم إلى معسكرين. لا لا، العالم مقسم إلى معسكرين شرقي وغربي. المعسكر الشرقي موجودة في المجتمع الاشتراكي. المجتمع الغربي موجود في المجتمع الرأسمالي. والمجتمع الرأسمالي ما يتناسبش مع المكونات تاع المجتمعات. وحنا نضر رجالنا بالضبط الذات الاقتصادية الزراعية. احنا اقتصادية زراعية، وخذنا ثورة وعندنا يعني الاستقلال هذا مش جبته هو نتاج تاع أسرة ولا حزب ولا طبقة ولا فرق من الجيش أو قائد أو زعيم أو كذا. هو شعبية بالضبط، هو نتاج ثورة شعبية. هذه الثورة الشعبية لما تمخض على نتيجة لازم تكون في خدمة هذا الشعب. أول نتيجة أنها لازم تخدم هذا الشعب. المهم أنا لبست لبوس الحزب مناضل، وأريد أن أعطي للحزب هذا المعتقد. فوجدت نفسي قلت أنا خير ما أقدمه لجبهة التحرير الوطني هو أنه بما أنه الأحزاب السياسية تدرس من اختصاص العلوم السياسية كعناصر أساسية كمواد أساسية. أحزاب سياسية مولد درجة، نحن مولد درجة كلمة أحزاب سياسية. لماذا جبهة التحرير الوطني لم تكن محل دراسة جامعية منذ الاستقلال لحد اليوم من طرف شخص يعني يدرسها ويناقشها كرسالة، مش ككتاب يكتب فيها. لا، كرسالة في الحرم الجامعي ورسالة بحث. ورسالة بحث كان كتابك الأول بدأ. لا، اخترت هذا لما مشيت سجل الموضوع أنه سجلت ماجستير سنة أولى سنة ثانية لازم تسجل الموضوع. أكيد نسجل الموضوع التطور السياسي والتنظيمي لجبهة التحرير الوطني. التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني من سنة 1962 حتى سنة 1980، وهذه مرحلة مهمة في الحياة. وهذه مرحلة الجزائر وجبهة التحرير الوطني بالضبط. وهذه المرحلة في تلك الفترة أنك تقول تسجل رسالة ماجستير بهذا العنوان، يا أخي أنت واش داك على الحزب في السلطة بالنسبة لهم؟
بالنسبة لي ربما تكون عيد ناخذة من الداخل الصوفي. هذا هو الأداء، هذا هو هدفي. أنا ديناميكية داخلية داخل حزب لا ده. قيل ما قيل الكثير في جبهة التحرير الوطني إن مدحا أو ذما، أكيد قال الآن أنا لا أمدح ولا أذم. نعم عندي رابطة العضوية بهذا الحزب، ولكن يمكن يتخلص منها من خلال روح العلمية، من خلال حيادي العلمي، وندرس إيجابية وسلبية الوضع لرد من جهة على القادحين، في نفس الوقت لعودة لدعوة المادحين إلى العيوب اللي رأيت موجودة في الهيكل والجهاز الميدانية. أنا ترى معينا مهنة صعبة حتى ضميريا. لا بالضبط. فسجلت، لما سجلت الموضوع قد مسألة الإشراف، من يشرف عليها؟ أنا فيها إشكالية يعني. هذا موضوع يخافوا منه الناس، خافوا خوفوا. لماذا؟ أنا أكترك راح أتكلم على السلطة، وكأنك اليوم جيت تقول ندير موضوع الديارس، ولا جيت تقول ندير موضوع الدور تاع الجيش في السلطة يعني، ولا السلطة في الجيش هو السلطة، ولا كذا إلى آخره. كسر في أحد الطبوهات. بالضبط، وكأنك تقول هذا دخل وش بيك؟ لا درست أنه في أصدقائي رجع ناس صديقنا فك عليك كلمة. أنا فك لي، أنا بالنسبة لي عادي جدا، وفعلا يعني في نظري، وأنا في يومها مناضل وواعي ومدرك وعارف كذا وش واقف على كثير من الحقائق، ولكن في قناعاتي الشخصية في فكري إنه هذه مسألة عادية لازم تكون. أنت تقول مسألة عادية، ونطع عليك سؤال بالقضية هذه بالذات. نعم. أنت موقفك كأكاديمي علمي باحث حيادي، وبين موقفك الوطني، كيف استطعت توفق بين هذا الموقف العلمي الأكاديمي البحث في حق عاطفة ومجال وبين وربما لفلسفتك في الكتابة؟ نعم تحدثني عن فلسفتك في الكتابة وبين انتمائك للحزب، كيف استطعت مش توفق بين الانتماء لهذا الحزب وعضويتك فيه وبين موقفك الحيادي الأكاديمي البحثي؟ أنا وضعت تالي، أنا في الجامعة لست مناضل، أنا في الجامعة طالب علم، أنا في الجامعة راني صرت معيد وعندي مادة ندرسها، عندي التزام مع طلبة. بتجي في الجامعة أكاديمي؟ لا في الجامعة أكاديمي، ولست مناضلا حزبيا حتى في المدرج. لما نتكلم لا أتكلم كمناضل حزبي، ما نتكلمش. نخرج من الجامعة أنا نمشي للحزب، الشيء اللي بالنسبة لي أنا أعتبر نفسي يعني اكتسبته في الجامعة ماذا بي يسود في الحزب، من خلال ماذا؟ من خلال مساهمات نحل آخر في دقال. تعالى أنا وصعد اليوم ديرك لقاء درس القانون الأساسي للجبهة التحرير الوطني. عملية تثقيف داخل الحزب. بالضبط، عملية تثقيف داخل. وكانت عندي كانت عندي مساهمات كثيرة يعني، ودرس حتى أدبيات جبهة التحرير الوطني. وكانت عندي، كنت محظوظ. لماذا محظوظ؟ لأن وجودي داخل الحزب جبهة التحرير الوطني كموظف في فترة من الفترات ساعدني على الحصول على كثير من الوثائق، وأنا أفتح قوس لأقول للأسف الكثير من وثائق الثورة، من أرشيف الثورة كان موجود في ساحة الشهداء في المقر المركزي يومها لحزب التحرير الوطني في خندق يعني موجود في سوسون تحت الأرض، موجود وعرضة لكل الحشرات ولكل كذا وللتلف، وكانوا فعل مقصود، وكانوا فعل ضرب الذاكرة. لا وكانوا فعل مقصود. أنا متى حصلت على الشهادة؟ متى عرفت الشهادة؟ لما شرعت البحث عن على في جبهة التحرير الوطني كرسالة مشيت ووصلت بزكام ومرض لبضعة أيام، لأني دخلت لذلك غبار ورطوبة وتأسف، لأنه بعد بلغني بأنه حملت في شاحنات ورميت في وثائق تاريخية، ونحن الآن همنا الوحيد والأساسي هو الوثيقة التاريخية. جبهة التحرير الوطني وكان مثل كل القوى الوطنية وكل الطيارات، أنت عندك طيار خاص. أنا طيار واضح كله واضح. أنا خط الحزب. لا ما خط الحزب اللي هو عربي إسلامي هكذا. هل هناك طيارات أخرى معارضة لطيار داخل الحزب؟ ما موجود كل حساسيات. جبهة التحرير الوطني دوما نعبر عليها نقول بأنه هي قدرة موجودة فيها مكونات المجتمع الجزائري،
كما لا أقصد الطيارات الفكرية. لا الطيارات الفكرية داخل جبهتها. هل هناك طيارات معارضة في الفترة في الفترة التي أتكلم عنها؟ الفترة التي أتكلم عنها أقول لك شو كاينة؟ كاينة عندنا التيار العربي الإسلامي تقليدي. هو الغير لا تقليدي، هذا تقليدي. التيار العربي الإسلامي ممكن مش مقبل وراء عنده، لا الإسلام مقبل وراء عنده ولا العرب مقبل وراء عنده، ولكن التيار العربي الإسلامي. كاين التيار البعثي، القوميين العرب الناصريين والبعثيين موجودين موجودين. كاين عندنا تيار شيوعي موجود باكس هو توابعي فيما بعد يعني. وتيار اسلامي ثاني؟ لا التيار الاسلامي عربي اسلامي ما كاينش مع بعض. عندنا اخوه اسلاميين ربما متطرفين شويه ولكن متعاطفين مع محتوينا، ما فيش اشكال. من يطرح الاسلام اللي هو تقول الاسلام في نظرنا احنا كجزائريين والبديهيات والصلاة والصوم والعبادة من خلال سلوكات معينة هي سلوكات إسلامية، شي قضية أركان الإسلام، شي قضية فرائض. لا هذا هو مفهومنا، مفهوم بسيط للشعب الجزائري. كيف تعايش تلك الأفكار وتلك التناقضات وربما تلك التميزات والاختلافات داخل التيارات المتعددة في حزب واحد وفي لسان واحد؟ لا شوف، هو التجمع جبهة التحرير الوطني حتى في أدبياتها كانت تقول بأنها تجمع لكل القوى، تجمع لكل القوى. وعلى الصعيد التنظيمي والصعيد الفلسفي لم تكن مسألة مطروحة مسألة الوحدة الفكرية أو أن الوحدة التنظيمية يجب أن تعكس وحدة الفكر. لا، المسائل لم تكن مطروحة. هذا لم تكن، هذه لم تكن مطروحة ولم يكن كلمة مجال. وبذلك صارت بمثابة فضاء للتعبير الحر عن كل القوى، وخلق جو من أول حاجة خلق جو من التكوين الشباب اللي خرطوا التكوين وحتى التسامح بالضبط، وخلق ذهنية محددة وهي قبول الآخر. قبول الآخر ما نفتقده الآن بالضبط. وثم أنه كذلك مشكلة أخرى ما كانش فيها أنه هذا الحزب يكون بمثابة يعني رافد للسلطة، يوصل منه للسلطة. لا ما كانتش مطروحة المسألة هذه. هون الحزب هذا هو بمثابة موقع لامتيازات اجتماعية، أو أن هذا الحزب هذا بمثابة يعني قاعدة للتموقع في المجالس، لا حتى مجالس المنتخبة، مجال مفتوح للترشح. وبما أن القائمة قائمة واحدة والحزب حزب واحد، فلم يكن الحزب في ذاك الوقت هو ربما الوجه أو الوجه الآخر للسلطة الحقية النافذة وهي الجيش في ذاك الوقت. لا لا، والحزب هذا ما هو لا في داخل الحزب عمره ما كان يمارس عمره 62 برنامج طرابلس، مؤتمر طرابلس يعني. برنامج طرابلس الذي رسم أهداف الحزب وجعل منه حزب طلائعي طوري يعني هو على أساس أن يكون هكذا. الحزب لم يمارس سلطته كحزب فعلي إلا في فترة قصيرة حاول قايد أحمد أن يجعل من الحزب وفقاً للنصوص ليضمنها، وهذه المحاولة محاولة ماريلان المقارنة بمحمد القيدة. هنا واعي لما أقول، أنه لما قارن بين الشيء اللي قام به قايد أحمد والشيء اللي قام به مهري لابد من العودة لمرحلتين. مرحلة انتهى قايد أحمد، قايد أحمد عضو في قيادة الثورة، وأنه بومدين يعرف شخص بومدين ويعرف ماذا يريد بومدين من السلطة، ويدرك كل إدراك بأنه بومدين لا يريد لأي جهاز أن يشاركه في سلطة القرار. سلطة القرار ممكن صنع القرار نعم، لكن في سلطة القرار لا. ومع ذلك يتخذ قايد أحمد الله يرحمه هذا المناظر موقف، هذا الموقف يتمثل أنه حاول أن يجعل من الحزب وفقا للنصوص ومن منطلق يعني عقائدي من منطلق نضالي صريح، خلافا لأستاذ مهري اللي أقوله هو وقدر أقول تقديره هو أستاذ مهري. كان في كل حياته مسايرا للمراحل، ممكن مش راضي ولكن انضباطه كمناضل جعله يسير وظل مسير إلى غاية
التسعينات وما في مرحلة تعددية أراد أن ينقل الحزب. لا لا مش أراد، أراد لماذا؟ لأنه أريد أريد به ما لم يكن يريد لنفسه، فاتخذ موقفا جاء في وقته، كذلك جاء في وقته، ولكن للأسف مهري اتخذ الموقف صح اللي كان على الحزب أنه يدعمه. ويبدو لي أن الأستاذ مهري كان مدرك من سنتي جيديو وما تلاها، كان مدرك لما يدور، ولكن مدرك مدركنا ككل الرجالات، كابن بالله كذلك ما دركش فترة من الفترات، كما قبلهم مصالي الحاج ما دركش فترة من الفترات، ما لم يكن يدرك بأنه جبهة التحرير الوطني صار بمثابة آلافية السلطة التنفيذية، وأنه عضو المكتب السياسي مستعد، عضو المكتب السياسي مستعد يتآمر على الحزب مقابل أنه يكون عندهم أفتر وهو يعطوا له أفكار ولا يعطوا له يعني مستعد. وبقي دار حال لقمان على حاله، دار حال فشل سياسي ونجح صاحب السلطة التنفيذية أكيد. لا لأن الصراع أنا قلت من 62 حتى اليوم واضح، ويمكن نذهب بعد من ذلك لما نتكلم عن السياسيين حتى في خطونا. هذا شيء الذي أردته العودة إليه. لما رجعوا لتشكيلة الجيش وجبهة التحرير الوطني، جبهة التحرير الوطني التي أنشأت الجيش كنقولوا الميلاد هذا كان توأم، كان توأم يعني جبهة وجيش التحرير الوطني ميلادي هما توأم. نكوبيو شوية، لازم نكوبيو لأنه عندك الدواء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وشراكم لاباس؟ لا لا أنا تمرت على أمك. السلام عليكم. تمرت على أمك بس أنت وراح صح صح لاباس، كان التأثير لأوامرك ماشي قضية التأثير قضية أجل. بعد خلي إن شاء الله نستأنف الحوار سيدي عامر الدكتور مريض شوية وراجع عالج والحمد لله في الجزء الثاني. نعود إليكم من جديد مع البروفيسور عامر الخيلة المؤرخ وربما الكاتب والأديب، رجل موسوعي عميق في طرحه، قلم جاد في تحليل القضايا السياسية لا سيما ما تعلق بالجزائر، وكتب كثيرا عن جبهة التحرير. ربما في حديثنا الأول انكب حديثنا كل عن جبهة التحرير وعن مرحلة الاستقلال وعن الحياة التي عشتها في تلك المرحلة، وكنت أحد من الشهداء، كنت شاهد على تلك المرحلة وأنت كطفل وكشاب وكرجل يافع أستاذ الجامعة. اليوم راح نتحدث عن مرحلة أخرى، مرحلة التعددية، وأصبح حزب جبهة التحرير الوطني كباقي الأحزاب في الشكل ربما ما زال له تأثير في السلطة وما زال نافذا ربما بحكم تاريخيته وبحكم ربما حزب يعتمد على فلسفة كبيرة هي فلسفة التحرير، ربما له من الكوادر ومن الأدباء ومن المفكرين ومؤسس بحد ذاتها، لم تبقى إليه كثير من الأحزاب لحد الآن رغم ما يمر بهذا الحزب من علل ومن صراعات، لأنه ما زال لحد الآن قوي ومتماسك. لو نتحدث الآن عن هذه المرحلة التي جاءت بعد الاستقلال وظهور قوى أخرى على الساحة، أقصد الإسلاميين وربما مرحلة التسعينات وما يسمى بالعشرية السوداء وما بعدها، اليوم الجزائر تتحول تحولات كبيرة جذرية وعميقة في بناها السياسية والفكرية والثقافية وحتى الاقتصادية. لابد أنك رصدت هذه الحركية وهذه الدينامية أو الديناميكية الحيوية التي تمر بها الجزائر، ودائما أقول الشعب الذي لا يتحرك هو شعب الميت. سيدي شكرا. تعرف الجزائر كعضو في المجتمع الدولي، أعضاء المجتمع الدولي يختلفون فيهم من يتأثرون فيهم من يؤثرون، وفيهم اللي حتى وإن لم يؤثروا بشكل مباشر فتأثرهم يعني فيه مناعة، في حصانة بيان فاكسيني يعني ملقح ضد التأثر. احنا لما نقرأ مرحلة نشوفه سقوط جدار برلين وعودة العالم من الانقسام إلى معسكرين شرقي وغربي إلى القطبية الواحدة، إلى محاولة بناء القطبية الواحدة وانعكاسات ذلك على النظام الدولي بالضبط، وشيوع مسألة سقوط
ما كان يسمى بنظام حزب واحد، صار منبوذا ماشي ماشي يعني مرفوضا فقط. لاحظوا بأنه الكثير من الأنظمة فيما كان يسمى بالعالم الثالث القائمة على نظام الحزب الواحد انضافر فيها الحزب الواحد، حلت محله أحزاب ليس بالضرورة معناها أحسن وجذرية من هؤلاء. هذا ما رأيناه في أوروبا الشرقية وفي أمريكا اللاتينية. ولكن لما لأن في الخاصية الجزائرية جبهة التحرير الوطني تقريبا تمثل الاستثناء. لماذا جبهة التحرير الوطني لم يكن مصيرها مصير أحزاب ما كان يسمى بالدول حزاب الدول الديمقراطيات الاجتماعية الديمقراطيات الشعبية في أوروبا في أوروبا الشرقية؟ ولا كان عندنا الحزب الواحد في العالم الثالث ولا اتضعنا العرب الإسلامي، ظلت جبهة التحرير الوطني موجودة قائمة. نعم زحزحت مكانها في السلطة، وهذا ربما السر اللي موجود في الجبهة أنها لم تكن من رحم طبقة سياسية أو من رحم طبقي بالضبط، فهي بمثابة لبنة من لبنات جزائر الثورة والاستقلال، لابنة من لابناتها، حتى وإن كانت قودة الثورة باسم جبهة التحرير الوطني لكنها كانت إحدى ركائز اللي يقوم عليها الدولة الجزائرية. هذه الخاصية هذه خلت الجزائر خلت جبهة التحرير الوطني تبقى قائمة، ولكن قدرتها على التكيف خلتها كذلك تكيف مع ما يجري. اليوم نأتي عندما تقول قدرتها على التكيف تعني أن هناك داخل حزب جبهة التحرير الوطني تغيرات وتحولات من الداخل، وربما في تشبيب في نوع من الانفزاح حول ربما دعم هذا الحزب في تصوراته الجديدة وانفتاحه على الآخرين وقبوله بالتعددية، هذا تقصد؟ لا يعني أنه التغييرات التي تتم في المجتمع حتى وإن في ظاهرها راهي تتم بعيدا عن جبهة التحرير الوطني، إلا أن جبهة التحرير الوطني لاعب رئيس فيها. كيف لاعب رئيس فيها؟ انه تغييرات تتم على مستوى البنى الفكريه ولا البنى السياسيه ولا البنى الهيكليه للمجتمع السياسي، ومع ذلك لاحظوا جبهه التحرير الوطني مساكنه ومعادله، معناها بان بشكل او باخر راهي مشاركه فعليا في احداث التغيير، انه مجرد عدم الممانعه ولا دي. وهذا اللي حصنها وتركها بالرقم ربما سميت أنت القدرة على التكيف. إيه رقم لا رقم صعب في كل الحسابات. ونسر أنت على كثير راهنت على الحزب باش يكون في المتحف. بالضبط لا مازالت الدعوة حتى مازالت مفتوحة الدعوة ولكن لازمنا نميز شيء بين من يدعو. هناك دعوة تاع جبهة التحرير الوطني في المتحف لم تقال من التسعينات القرن فقط، في مطلع ستينات القرن الماضي كانت هناك مطروحة المسألة. لماذا؟ لأنه كانت ولاحظنا لأنه من يطرح هذا الفكر هذا هم تيارات لا يتلائم وجودهم في الساحة مع وجود جبهة التحرير الوطني، لأن مثل بالنسبة لي عقدة تاريخية عقدة تاريخية لوجود جبهة، بقى حديث عن جبهة، بقى حديث عن الثورة، بقى حديث عن العلم الوطني وعن الشهداء وكذا، على هذه الأدبيات كلها بالضبط بمثابة عقدة تؤرقهم يعني عقدة فرنسا بالدرجة الأولى بالضبط. وهناك فئة أخرى مفهومة أنه مرتبط كذلك بالمكون اللي تكونه جبهة التحرير الوطني. جبهة التحرير الوطني يمكن لا تكون اشتراكية، يمكن لا تكون ليبرالية، يمكن تكون كذا، لكن كي توابط في مسارها وهي القيم تاع هذا المجتمع وهي روافد تاع هذا المجتمع، توابط تاع هذا المجتمع من إسلام، من عربية، من وحدة وطنية، من 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 غيرها على الوطن إلى غير ذلك. وهذا الشيء اللي خلانا نقولوا بأنه حتى الهزات هذه اللي تعرضت لها الدول والربيع العربي لم يتمكن الربيع العربي من الجزائر. لماذا؟ لأن الجزائر حصنت في التسعينات القرن الماضي رب ضارة نافعة، ما تعرضت له الجزائر في التسعينات القرن الماضي أعطاها بمثابة أكسير حياة وتحصين للوحدة الوطنية وتحصين لوحدة الإقليم الوطني وتحصين الشعب الجزائري. صار مدرك الشعب الجزائري يقدم على القيام بعمل لم يسبق لأي شعب قام به وما يسمى بالحركة في وقت واحد بشعارات موحدة مش من مختلف جهات البلاد، ويتسم بالسلمية
هذا اللي بيسبق لأي طورة ولا لأي انتقاضة ولا لأي حركة أن حققته. هذا الحمد لله مكسب تاريخي بالنسبة لي، يضاف إضافة لمسار لضرير الشعب الجزائري. هذا الأشياء صار مزعج لي. ماذا يعني؟ كثير من الدوائر الشرقية وغربية وحتى للأسف حتى في محيطنا كان تران على انفجار وضع ولكن سبها 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 الكل. لماذا؟ لأنه الشعب تولى زمام الأمر. وتأكد من حاجة في مسارنا التاريخي سواء في الحركة الوطنية أو في طورة أو في ممارستنا من سيادتنا بعد 62، الأمور في الجزائر تكاد تأزم وتوصل الأمور إلى درجة الحالة التي لا يتحكم بها، ولكن سرعان ما يظهر الشعب يتحمل مسؤولية. عندنا الفصال هذا في 62 63 في السبعينات القرن الماضي في التسعينات القرن الماضي في يعني في هذه العشرية اللي نعيش فيها الآن. الشعب لما تحين ساعة التدخل تاعه الفصل في بين القضايا المصرية من 7 سنين بركات 62 إلى غاية اليوم، الشعب الجزائري في شوارع في كثير يقول باللي ظن منهم، وربما أنت تحدث فيها عن حالة تعيشها الصين الآن. حزب الصين الشعبية كنا نسميها بعض الوقت، ورغم تبني الإيديولوجية الاشتراكية الصين ما زالت لحد الآن تعتمد على العمق الثقافي للثقافة الصينية التي جاءت بها ثورة ما وغيرها ثورة ثقافية. واليوم شاهد الصين تعيش حالات عبقرية كبيرة، نظام برأس رأس فيه نظام رأسمالي ونظام اشتراكي براغماتية الصينية، وكأنك شبهت الثقافة الصينية بالثورة الجزائرية ومفهوم الشعبية الشعبوية وغير ذلك من هذا الكلام. في الكثير يظن بأنها راح تندحر بظهور نظام دولي جديد اللي يتخذ من تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية والعولمة، وبالتالي راح تسقط كل الأنظمة القديمة الشعبية التي ترتكز على الثقافات الضيقة والثقافات المحلية والثقافات شبه جراء في العالم في الثمانينات القرن الماضي تم تحت عنوان نظام دولي جديد وأن التبشير بأنه ما فيش ثنائية وفي النموذج الأمريكي الأمريكا التي ستسود العالم الشمولية. ولكن الشيء الذي أسقطه المفكرين تعالهم الأصل الأمريكان يعني من حساباتهم أن هناك ثقافة شعبية، أن هناك ثقافة شرقية، ثقافة شرقية لها ما زالت راسية وعميقة وفاعلة تقوم هو المتغير الوحيد اللي هذه الثقافة اللي فيها الأسرة على مستوى الخلية الأساسية في المجتمع. ماشي ثقافة اللي استعبت الأسرة، مفهوم الأسرة المصغر على مستوى العائلة البسيطة، الأسرة النووية والأسرة الممتدة، هذه الأسرة الكبيرة، الشعب الكبيرة، الأسرة الكبيرة. الشعب الجزائري مثل الأسرة، الشعب الصيني ثقافته الصينية حضارته القديمة جعلته كذلك محصن ضد كل المراهنات، ولذلك المراهنات وكثير من النظريات اللي تبنى وتحاول عملية إسقاط لواقع موجود في غرب أوروبا ولا في أوروبا تسقطه على ما لا تريده ولا الفضاء العربي. وجدنا هذا في كتابات مكيومة نتحدث عن نهاية التاريخ، نهاية التاريخ نتحدث عن الدولة النيوليبرالية التي تسود العالم، كذلك صراع الحضارات التي جاء بجسمه. نعم، كثير من الكتابات الغربية الآن التي تريد أن تهيمن باسم هذه الفكرة الدعائية هي الغلبة للغرب والمركزية الغربية. ربما الغرب لا يريد أن يتزحزح. ما نشاهده اليوم الصراع بين روسيا والغرب من جديد، وكأننا رجعنا للحرب الباردة. قراءتك لهذا الواقع الآن من خلال رؤية أخرى جديدة في القرن 21؟ يا هو شوف المحددات الآفاق الجديدة، محددات ما هو آكل، يبدو بأنه الآن العالم فعلا وصل إلى وجوب قفز نحو وضع آخر. هذا الوضع الآخر كثير من المفكرين وكثير من القراء المستقبل يرون بأنه المجتمع الرأسمالي كمجتمع بالقيم اللي ينتجها بالقيم اللي سادت فيه يعني صارت غير مؤهلة للتأقلم والتكيف مع الإنسان الأوروبي. يعيش فراغ روحي، فراغ فكري، فراغ ربما هذا الذي وصفه ملك بن نبي اللي
الإنسان الأوروبي أو الثقافة الأوروبية أصبح ثقافة المكنة هي التي تسيطر وفقد إنسانيته الإنسان المكنة المكنة والميكانة كما والميكانة هذا حتى في الاقتصاد دارت بعد في الاقتصاد اللي ما احتاجوش الإنسان وكلش مكننة مكننة وإلى غير ذلك ولكن الإنسان كإنسان كائن هو الفاعل الرئيس والفاعل حتى توصل التكنولوجيا لما تصل هي عاجزة أمام العقل اللي منحه ربي لهذا اللي منحه الخالق للمخلوق لأن المكنة هذه لا تسير إلا بعقل الإنسان ما هي إلا جزء من عقل الإنسان يعني جزء من عبقرية الإنسان وليس هي البديل في هذه النقطة بالذات أنا ترى معي كثير من النخب العربية والإسلامية سقطت في هذا الفخ الفخ أن أوروبا في كل شيء وبالتالي علينا نتبع أوروبا في كل شيء وفقدوا الذات وفقدوا ربما التفات إلى المجتمع بمعنى الآخر لا يرون أنفسهم إلا في مرآة الغرب هو هذه النخب العربية التي الشيء اللي تبتو التاريخ تبتو الصراع الحضاري بين الأمم هو أنه التكيف مع المتغيرات اللي تكون موجودة في الأمور الإنسانية كيف تقدم الإنسانية استفد منها الإنسان بصرف النظر عن جنسية وكاين ذوبان وكاين محاولة التوفيق لا كاين في حتى محاولة ما يسمى بالاستيلاب يعني الاستيلاب الحضاري الاستيلاب الحضاري فالشعب اللي عنده ثقافة ما يحتاج مسألة ليس مسألة إرادية هي مسألة مفروضة لماذا؟ لأن نتاج حضارة عربية إسلامية نتاج مسار بالضبط نتاج مسار يعني حتى وين أردت أنا أنسلخ أو أغير هذه لا بد من أن هذه في أعمدة تشدني لهذا ولذلك ربما هذا هو الذي فشل كثير من النخب العربية خاصة النخبة التي تدعي العلمانية للعلمانية العلمانية من ناحية المفهومية المفاهيمية هي مطلوبة يعني العلمانية بمعنى العلم قواعد العلم أكيد لكن العلمانية بمفهوم اللائكية لا 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 يقول بمفهوم التنكر للدين أو العداوة يعني ما لائكية إحنا العلمانية واللائكية مفهوم لو سيد موجود عندنا في المجتمع هو معاداة الدين معاداة العلم لذلك احنا نتمنى في المستقبل في بلادنا الان كما نطلع علينا احنا جزء في الفضاء مواجد بهذا الغزو وبهذا المتاهين ممكن تشوش ابنائنا ممكن تشوش حياتنا ممكن تنعكس على سلوكاتنا يلزمنا نميز بين سلوك تاع الفرد وسلوك المجتمع في النهايه احنا نرجع لقيمة الأصيلة لبناء حضاري يصمد لألف سنين لكن شيء يصمد لألف سنين السؤال كان يطرح سؤال فلسفي جميل جدا نطرحه على المجتمعات العربية الإسلامية التي يغيب فيها الفرد وأين حدود الفرد داخل الجماعي؟ لا هذه إشكالية أخرى إشكالية أخرى هي قضية ثقافتنا ثقافتنا هي قضية ولكن لماذا نقول إحنا بأن الفرد لا وجود له وأنه يغيب دور الفرد ولا نعترف ونقر للفرد بمزاياه ونقر الفرد بما ولا درجة أن الكثير من كثير من المجاهدين كثير من الرجالات الذين في إطار فكرة على الشعب في إطار فكرة على الجماعة ذهبت لمعاطرهم لا الفرد ضروري أن لماذا لأن الجماعة هي أصلا فرد وإذا كان ما تشجعناش هذا الفرد لأن هذه الأسئلة طرحت في الغرب وطرحت في الشرق اليوم ومازالت مطروحة لعبد الآن مازالت مطروحة اليوم بأنه إحنا الثقافة الشرقية كما يعبرون صحيح الثقافة الشرقية ثقافة شمولية شمولية وعلم الشرقية الثقافة تلغي الفرد تلغي الفرد لفجي لأن الإيدياليزم من الوحدة الفردية الفردية وهذه من الفردية الثقافة الثقافة الشيوعية هي الفردية وليس الثقافة الشرقية صحيح هناك خلط هناك فرق كبير بين أن نقول الانديفيدياليزم هذه الوحدانية ولا الفردية ظهرت مع الطروحات الاشتراكية وظهرت فكريا قبل ما ظهرت من ناحية سيكولوجية ومن ناحية دراسات دراسات نفسية دراسات نفسية فرويد وفرويد ويونغ وغيره طرحت دراسات نفسية لكن على صعيد المجتمع يبقى حتى الفرد لا بد من
الكتاب ولا نغمض حق الفرد بأنه يكون عنده إقرار من المجتمع بأنه عنده، وإلا كيف نميز بين الفاعلين في المجتمع والتبع؟ إذا كان جاءنا بين التبع والفاعلين بشكل في وضع واحد، حتى على مستوى الأسرية، حتى على مستوى الأسرية ولا على مستوى الجماعة قليلة العدد ولا على مستوى التنظيم، لا بد من الإقرار بالامتياز، لأنه كل ما نزيد وشد ذلك الفرد كل ما نخدم الجماعة. أنت كمفكر سياسي الآن واليوم العالم يعيش في رحلة كبيرة، راح نعطيك نماذج موجودة وتحدثني عليها. أن النماذج التركي، ماذا تقول في النماذج التركي البارز الجديد؟ شوف النموذج التركي كان سيرته بالإسلام، يعني النموذج الإسلامي ونموذج قومي كمراني، لا لازم نتفقوا لحاجة. الأتراك هذون جلس يقري كما يقولوا عليهم الشرقيين، كما يقولوا عليهم الغربيين يقري. الأتراك شعب عنده كانتو تاريخية، عنده إسهاماته حتى وين كانت سلبية في بعض المراحل التاريخ كبيرة كانت هدامة وليس بناءها، ولكن يبقى الشعب التركي، الشعب التركي عنده أول حاجة نفتخر أنه شرقي، نفتخر أنه شرقي يعني. ولذلك كمال أتاتورك لما أراد أن يغرب وجد نفسه هو المغترب وليس، وكانت النهاية مع التهمة العسكرية كانت النهاية أنها شقت مع يعني وجدت نفسها أمام سد من الجغرافيا. لا تركيا تمكن الآن مثل النموذج الذي تمكن من أنه بفضل كذلك وربما التاريخ خدم الحركة الإسلامية اللي موجودة فيه. التاريخ خدمها لأنه إحنا لما قلنا بأن تركيا حققت إنجازات، أي ما حققتش إنجازات في ظل الوجود الإسلامي فقط. لازم نشوف تركيا من 1924. صحيح، كل النقوب التركية وكل التيارات. لازم نشوف تركيا من 1924 ما كانش فيها. وقال إن العلمانية خدمة تركيا ومش بس خدمة تركيا. للمجادلة المعادلة هذه. لا الإسلام أقصد الإسلاميين، لا أقصد. الآن بالضبط فرق بين الإسلاميين وال. لا تركيا لازم نقرأها كقصيد كذلك عن الدولة العثمانية. عمق تاريخي، وما ننساوش بأن تركيا كان لها يعني كان لها دور تاريخي في حماية العالم الإسلامي في مقدمته، في مقدمته المغرب العربي منذ سقوط غرناطة في 1492. كان عرضة يعني يعني لو لم يكن الأخوة عروس وبدروس لا كنا في تعداد الشعوب التي أكلتها الحرب الصليبية يعني. جميل. أيضا النموذج الإيراني هو نموذج صاعد ونشوفه فيه. إيران كذلك لما نتكلم على إيران، إيران الحضارة فارس. لا إيران ماشي من الخميني. إيران دولة الفارسية، دولة كذلك كان عندها دور في خدمة الإسلام، في نشر الإسلام، في كاين كثير من الإنتاج الثقافي والفكري الفارسيين المسلمين. ولذلك أنا بالنسبة لي هذه الدولة اللي كان عندها عمق حضاري، كان عندها عمق تاريخي، ولذلك الدور تاعها اليوم والصمود تاعها اليوم يأكد أصلتها ويأكد دورها التاريخي والحضاري. ويبقى بالنسبة للعرب والمسلمين في هذا الحوز الجغرافي في العالم أنه لا بد من أن يكون فيه مستقبلا نظرة أخرى للمعادلات اللي لازم تسود بيناتنا، لأنه لما تكون في الغرب مسألة إعادة ترتيب الأوضاع على المستوى الدولي لا ينظرون لنا كفرس وعرب أو أتراك أو غيره، لا ينظرون لنا كمسلمين، ينظرون لنا كفضاء جغرافي في ثروات كبيرة كموقع ممتاز في المعادلات الجغرافية اللي موجودة في العالم. بما أننا نتحدث عن نماذج إسلامية، عندنا نموذج آخر في جنوب شرق آسيا، ماليزيا وأندونيسيا. ماليزيا وأندونيسيا تأكد لنا حاجة، دور الرجل. ماليزيا تأكد دور الرجل، دور القائد، دور الملهم، رجل الملهم. ماليزيا فضل يرجع لبعض محمد وغيره، ولما نقرأ تاريخه في كيف تأمل الوضع اللي موجود في ماليزيا
كيف تبادر، كله الشعب دوما يحتاج إلى القائد. الشعب هو قائد من لا، الشعب كم هو جند، لكن القائد هو الذي يحدد هدف الجند ماذا يمكنون يفعل. نختم الآن ببلادنا الجزائر وأفاق مستقبل الجزائر قبل التغيرات الآن. شاهدوا هناك يوم قمة عربية تكون يوم أول نوفمبر، الجزائر تريد أن تعيد ترتيب البيت العربي، ربما هذا يغلق الكثير يغلق كثير من التواء للمشروع العربي. خلنا نقولها المشروع الصهيوني الذي أراد أن يتمصل داخل البلدان العربية. الثورة الجزائرية في فتح 50 كان بمثابة انقلاب الأوضاع في الأمة العربية. لا درست أنه شرف لك هذا المواطن اللبناني مسيحي، قال عن الثورة الجزائرية مفاجأة الأمة لنفسها. كانت مفاجأة فعلا. لماذا؟ لأن أوضاع الأمة يومئذ كانت أوضاع سيئة وقبلية، والدولة الوطنية كدولة وطنية برغم وجود أعلام ووجود جيوش كدولة كذا. فجاءت الثورة الجزائرية لتقلب الأوضاع داخل الأمة لصالح الأمة، داخل الأمة من خلال مكونات الأمة. فاليوم يأتي فتح نوفمبر 54 ويختار بحداقة من شخص سيد رئيس الجمهورية، ويختار هذا اليوم ليكون يوما يقول لقاء رمزية لهذه الدلالات. وفي هذه الدلالات اللي تحركت بعض القوى سواء إقليميا أو عربيا أو أوروبيا، يعني أنه لمحاولة التشويش على هذا الموعد التاريخي. نحن على موعد مع التاريخ أن يكون قمة تجمع العرب، هؤلاء العرب الذين التفوا حول الثورة في نوفمبر 54 وظلوا تاريخ نقولها، وظلوا من 54 62 بمختلف مكوناتهم يقدمون الدعم اللامتناهي للثورة الجزائرية. هاو يجدون أنفسهم اليوم مجتمعون في الجزائر في ظل وضع عربي سيء، في ظل وضع عربي أقل ما يقال فيه أنه يحتاج إلى إعادة مراجعة، يعني ترميم وترتيب ولذلك كان كل أمل نعمله أن تكون القمة العربية تفتح خير على الأمة وبداية لمرحلة جديدة لاستعادة العز العربي في منطقة تملك ثروات لا متناهية، تملك موقع استراتيجي مستهدفة كذلك، وهذه كانت الأمة العربية مستهدفة من الغرب وكذا. ماشي خطاب، مجرد خطاب تعود ناس له دلائله وقرائنه ولا وكاد القوى الداخلية اللي تخدم بالنيابة عن هذه القوى المستهدفة لهذه الأمة لما تحتوي من خيرات ولما تحمله من رمزية في العالم، سواء برسالتها المحمدية أو بثقافتها الإنسانية أو بتطلعها لغد أفضل، يعني إن شاء الله. ولذلك الجزائر في كل حالات أنا أقول بأنه وفادي خير ديما إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ونكونوا بذلك ستينية كان مثلا تتويج لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة. جميل جدا، أشكرك جزيلا الشكر دكتور عمر على الخيلة على ما جدت به اليوم على ضيوفك، وجينا نطلع عليك وإن شاء الله نقول صحة جيدة. أتمنى لك كل خير إن شاء الله، موفور صحة والعافية، وإن شاء الله تشاهدوك دائما قلم شريف ينافع عن هذا الوطن وينافع عن هذا التاريخ وعن هذه الأمة. بارك الله فيك. وأنا بدوري أشكركم على هذه الزيارة اللي قام بها قناتكم، من أنا كنت في النجاح في الفضاء الإعلامي الواسع، وفي النهاية سوف يكون إن شاء الله لقناتكم المكان الذي تستحقها لدى المشاهد العربي لدى كل متناول في وسائط التواصل الاجتماعي. بالتوفيق لكم إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله المرة القادمة كنت في الويد إن شاء الله تكون على خير. أشيد الحديث مع الدكتور عمر الخيلة ذو شجون حقيقة، وعندما تكون في مجلسه تحس نوع من الدفء، نوع من
رجال السنوات الماضية حقيقة مع الجيل الجديد ما زلنا ما لمسناش هذه الروح، ما زلنا ما شاء الله يفي يعني، وما زلنا شابا ما شاء الله راك ما زلت شاب وعندك القدرة لحد الآن والعطاء. نتمنى لك إن شاء الله الصحة والعافية، ولنا شرف في قناة نزورك ونجتمع بيك، والحمد لله طمننا عليك الآن ومزق لنا إن شاء الله وصلات في المستقبل، ربما تكون في القناة في مدينة وادي إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على صبركم معنا هذه السويعة مع هذا المبدع وهذا الدكتور الحنون، ونحن في بيته وفي ضيافته، وأكيد عامر الخير الدكتور ابن جنوب يعتبر ولاد سيدي هجرس المعروفين بالكرم المعروفين بالأصالة، ويستمد كل قواه الحقيقية من هذا النبع من هذه الحضارة من هذا العمق التاريخي العمر الثقافي للجزائر الحبيبة الجزائر العميقة، وأقول الجزائر العتيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في قصة أخرى مع شخصية أخرى بإذن الله.